الأطفال أكلنا يا بنتي صحي، ها ما عندنا هاللي تشوفيها همبرجرات وكنتاكي وهذه الأشياء الحين اللي طلعت علينا فيها كلها دونيات، هذه ماشي عندنا. أول إنسان وش ياكل؟ تطبخ الصبح على الخبزة أو على طحن التمر وفنيان القهوة وقلاص الماء، والغداء ديك الساعة مطبوخ والسمك ديك الساعة ميو من البحر طازج. بغيتي المشوي أو بغيتي الأكل؟ مقولات عن الأولين وايد اختلف، يعني طلع عليهم هالأشياء كلها دونيات. هذه الدونيات وين تصير؟ الدم تتجمد اليسد ويوم عقب سويت لك أمره. أما أول لا ما شاء الله، ها ونسير الطوي نمدار الماي من مسافة طويلة، هذا الماي الحلو، نسير النخل، نحش الحشيش، الرقات الرقات، نرد الأسوار، نعدل المني، نعدل الويوت، ها أول نشتغل يعني الحرمة صبح تسب خامة بيته، نغلى بيته، رد لنا مدار الماها، الماي مال غسيل الملابس والغسيل المواعين روحه، الماي مال المزار لين الشرب روحه، كل شيء يعني الانسان يشتغل وشيء صاحيين صلى على النبي لحقنا عليهم يعني ذاك وذاك اللي ما تب شويه يعني شغل، لكن كل لحقنا عليهم ما شاء الله شياب والله يوم يمشوا نعاد ذنوبهم مسويين بديناتهم ويحبوا.